بعدين بتشوف حال يا اخي. خاف الله الرجال يموت اصلا يا ابا. لا اصبر لا فصل، انت عاد تشتري ما انا على غير الهي. سمعت عناشه لا ما حد عندي بيبي. انا اقول لك ما يعمل ونفهم اقتل لك علاجين وخذوا الصيدليه وربنا معاك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. والان تقرر له عمليه ب2 مليون ريال. قد بعت كل ما املك. السلام من صاحب البطاله. ايش عاد احنا نعمل؟ كفو عليك كفو.